بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلاب الصف الحادي عشر بمدرسة تبارك الخاصة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نحييكم ونرحب بكم ويسعدنا أن نقدم لكم الحلقة الثانية من درس على الهواء في مادة الرياضيات البحتة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر بمدرسة تبارك الخاصة القسم العلمي مادة الرياضيات البحتة. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ معكم درسنا اليوم مجموع نون حدا الأولى من المتسلسلة الهندسية، وهو الدرس الأخير من الوحدة الأولى المتتالية. المتسلسلة الهندسية هي مجموع حدود المتتالية الهندسية، أي أنه إذا كان ألف وألف راء وألف راء تربيع إلى أن أصل إلى ألف راء السنون ناقص واحد متتالية هندسية، فإن ألف زائد ألف راء زائد ألف راء تربيع زائد إلى أن أصل إلى زائد ألف راء السنون ناقص واحد بتساوي سيجما من راء يساوي واحد إلى نون ألف راء أس نون ناقص واحد، حيث نون عدد حدود المتتالية يسمى متسلسلة هندسية. فمثلا المتسلسلة 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16 زائد 32 زائد 64 اللي هي بتساوي سيجما من راء يساوي واحد إلى 6 2 في 2 راء 2 أس راء ناقص 1 هي مجموع حدود المتتالية 2 و 4 و 8 و 16 و 32 و 64 حدها الأول 2 وراء أساسها 2 حدها العام حق نون ألف راء أس نون ناقص 1 يعني 2 في 2 أس نون ناقص 1 والتي عدد حدودها 6. مجموع نون حدا الأولى من متسلسلة هندسية جيم نون يرمز له بالرمز جيم نون لمجموع عدد نون حدا من متسلسلة هندسية بالرمز جيم نون. أولا إيجاد مجموع نون حدا من متسلسلة هندسية بمعلومية الحد الأول ألف والأساس راء. لأي متسلسلة هندسية حدها الأول ألف وأساسها راء يكون جيم نون يساوي ألف زائد ألف راء زائد ألف راء تربيع زائد إلى أن نصل إلى ألف راء السنون ناقص واحد، وهذه المعادلة رقم واحد. وبضرب الطرفين في راء، إذن جيم نون ضرب راء يساوي ألف راء زائد ألف راء تربيع زائد ألف راء تكعيب إلى أن نصل إلى ألف راء أس نون. وبطرح 2 من 1 راء جيم نون ناقص راء جيم نون يساوي ألف ناقص ألف راء أس نون، جيم نون في 1 ناقص راء يساوي ألف 1 ناقص راء أس نون، يبقى جيم نون يساوي وألف في 1 ناقص راء أس نون على 1 ناقص راء، والراء لا تساوي واحد، وهذا هو القانون الذي سنتبعه في حل المسائل. ملاحظات: يمكن كتابة قانون المجموع على الصورة ألف في راء السنون ناقص واحد على راء ناقص واحد حيث الراء لا يساوي واحد. يعني أنت تلاحظ أن البسط راء السنون ناقص واحد، المقام راء ناقص واحد. إذا كان البسط واحد ناقص راء السنون يبقى المقام لازم يكون واحد ناقص راء. إذا كانت راء تساوي واحد فإن جيم نون يساوي ألف زائد ألف زائد ألف زائد ألف زائد ألف زائد ألف نون حدا يعني نون ألف. إمتى؟ إذا كان راء يساوي واحد، أي أن جيم نون يساوي السيجما من راء يساوي واحد إلى نون ألف يساوي نون أس واحد. جيم نون
يساوي نون ألف يساوي نون ألف اللي هو القانون ده. جيم نون من سيجما راء يساوي واحد إلى نون ألف راء أس نون ناقص واحد يساوي ألف في واحد ناقص راء أس نون على واحد ناقص راء، حيث الراء لا تساوي واحد اللي هو القانون اللي فوق. مثال: أوجد مجموعة الحدود الستة الأولى من المتتالية الهندسية 4 12 36 وهكذا. الحل: ألف طبعا الحد الأول 4، راء يساوي 12 تقسيم 4 3، نون يساوي 6 لأنه قال لي الحدود الستة، جيم نون يساوي ألف في واحد ناقص راء أس نون على واحد ناقص راء، يبقى جيم 6 هيساوي 4 في واحد ناقص 3 الكل أس 6 على واحد ناقص 3 هيساوي 1456، ونعدل بس الألف بأربعة مش باتنين. مثال: أوجد مجموع الحدود السبعة الأولى من متتالية هندسية حدها الأول 2 على 3 وأساسها سالب 3 على 2. الحل: أ يساوي 2 على 3، ر يساوي سالب 3 على 2، ن يساوي 6، ج ن يساوي أ في 1 ناقص ر الكل أس ن على 1 ناقص ر. إذا ج 6 يساوي 2 على 3 اللي هو أ في 1 ناقص ر اللي هي 3 على 2 بالسالب الكل أس نون يعني أس 6 على 1 ناقص راء اللي هو 1 ناقص 3 على 2، فده هيساوي 463 على 96. ثانيا: إيجاد مجموع نون حدا من متسلسلة هندسية بمعلومية حدها الأول وحدها الأخير، حدها الأول ألف وحدها الأخير لام، جيم نون يساوي ألف في واحد ناقص راء أس نون على واحد ناقص راء. إذا جيم ستة هيساوي أربعة في واحد ناقص ثلاثة أس ستة على واحد ناقص ثلاثة بألف ربعمية ستة وخمسين. وبما أن جيم نون يساوي ألف في واحد ناقص راء أس نون على واحد ناقص راء، يبقى ألف ناقص ألف راء أس نون على واحد ناقص راء، هذه المعادلة رقم واحد. إذا بما أن لام يساوي ألف راء أس نون ناقص واحد، إذا لام في راء يساوي ألف راء أس نون وبالتعويض في المعادلة واحد، يبقى ج نون هيساوي ألف ناقص لام راء على واحد ناقص راء، حيث راء لا يساوي الواحد، وده هنعتبره قانون لو علم الحد الأخير لام بمعلومية اللام الحد الأخير. ويمكن استخدام القانون أيضا على الصورة ج ن يساوي لام راء ناقص واحد على راء ناقص واحد، حيث الراء أيضا لا يساوي واحد. مثال: أوجد قيمة 2 زائد 6 زائد 18 زائد إلى أن نصل إلى زائد 486. الحد الأول واضح إن هو 2، والراء لما أقسم 6 على 2 هيديني 3، والحد الأخير 486. بما أن ج ن يساوي أ ناقص لام راء على 1 ناقص راء، يعني هيساوي 2 ناقص 6 486 في 3 على 1 ناقص 3 هيساوي 728. إذا الاثنين زائد 6 زائد 18 إلى أن نصل إلى زائد 486 هيساوي 728. مثال: متتالية هندسية حدها الأول 240 وحدها الأخير 15 وأساسها نص، أوجد مجموعها وعدد حدودها. الحل: ألف 240، لام 15، راء نص. وبما أن ج ن يساوي واحد ناقص لام راء على واحد ناقص راء، يبقى ج ن هيساوي الألف بميتين واربعين ناقص اللام 15 في الراء اللي هو نص على واحد ناقص الراء اللي هو واحد ناقص نص يساوي 465. ولإيجاد عدد حدودها نتبع الآتي: لام يساوي حاء ن يساوي ألف راء أس ن ناقص واحد. إذا لام بخمستاشر يساوي ألف بميتين واربعين راء أس اللي هو نص أس ن ناقص واحد،
يبقى النص أس ناقص 1 يساوي 15 على 240، يعني 1 على 16 اللي هو نص أس 4، إذا نون ناقص 1 يساوي 4، إذا نون يساوي 4 زائد 1 يعني 5. هذا هو عدد الحدود. استخدام رمز التجميع سيجما، أوجد واحد مجموع أو سيجما من را يساوي 4 إلى 10، 5 في 2 أس را ناقص 1، و 2 سيجما من را يساوي 7 إلى 15، 1 على 27 في 3 أس را ناقص 1، و 3 125 في 5 أس 4 ناقص را، طبعا من را يساوي 1 إلى 5. الحل: 1 سيجما من را يساوي 4 إلى 10، 5 في 2 أس را ناقص 1 هيساوي الحد الرابع زائد الحد الخامس إلى أن نصل إلى الحد العاشر من متتالية هندسية، حدها الأول ألف هو 5 وأساسها را و2، يعني دايما هذا بيكون الحد الأول اللي هو معامل عامل الزيادة والنقصان، العدد اللي قدام 5، 2 أس را ناقص 1 اللي هو الاتنين ده الأساس المفهوم أس را ناقص 1، فده بيكون الأساس بدءا من ح 4، يعني من الحد العاشر إلى ح 10، إلى الحد من الحد الرابع إلى أن نصل إلى الحد العاشر. بما أن ح 4 هو ألف راء تكعيب، يعني 5 في 2 أس 3 ب 40، وبما أن ح 10 هو ألف راء أس 9، يعني 5 في 2 أس 9 ب 2560، إذا ج ن بيساوي أ ناقص ل راء على 1 ناقص راء، وبوضع أ يساوي 40 ولام يساوي 2560 والراء يساوي 2، إذا ج ن تعويض مباشر 40 ناقص 2560 في 2 على 1 ناقص 2، يعني هيساوي 5080. إذا سيجما من راء يساوي 4 إلى 10، 5 في 2 أس راء ناقص 1 يساوي 5080. لاحظ أنه في المثال السابق يمكن إيجاد عدد الحدود المطلوب جمعها، نون يساوي 10 ناقص 1 ناقص 4 زائد 1 يساوي 7. إزاي؟ يعني هو بدأ هنا من 4 إلى 10، طب عدد الحدود كام؟ 7 حدود. لو أنت قلت إن 10 ناقص 4 هيديك 6 حدود، لا، أنت بتقول نون اللي هو الكبير 10 ناقص اللي تحت اللي هو الأربعة اللي هو الراء ده يساوي 4 زائد 1 وتزيد 1، يبقى 10 ناقص 4 وزائد 1. يعني لو طلب مني ده، طبعا دي ملحوظة، لو طلب مني نون عدد الحدود هيساوي 10 ناقص 4 زائد 1 يساوي 7 حدود، يعني من الحد الرابع إلى الحد العاشر. أنت عدهم معايا على صوابعك كده، الحد الرابع، الحد الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، هتلاقي على نفسك عديت 7 حدود. يبقى من الحد الرابع إلى الحد العاشر 7 حدود. لكن لو أنت عملت شاطر وقلت 10 ناقص 4 يبقى 6 حدود، لا، هي 10 ناقص 4 زائد 1. يبقى طيب الثانية، قال لك من رأيه يساوي 7 إلى 15، يبقى 15 ناقص 7 8 وزيد 1 يبقى 9 حدود هنا. تمام، نكمل مع بعض حل السؤال. استخدام القانون ج ن يساوي أ في 1 ناقص راء لكل أس ن على 1 ناقص راء، يكون ج 7 بيساوي 40 في 1 ناقص 2 أس 7 على 1 ناقص 2، يبقى 5080، نفس الحل اللي احنا جبناه سابقا. سيجما من راء يساوي 7 إلى 15، 1 على 27، 3 أس راء ناقص 1 يساوي الحد السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، إلى أن أصل إلى الحد ال 15، يعني 9 حدود من متتالية هندسية، حدها الأول ألف هو 1 على 27 زي ما احنا متفقين اللي هو ده الحد الأول، وأساسها راء يساوي 3 اللي هو هنا ده الأساس 3، وعدد الحدود المطلوب جمعها، إذا نون يساوي 15 ناقص 7 زائد 1 يساوي 9 حدود بدءا من الحد السابع. بما أن الحد السابع هو أ راء أس 6، يبقى الأ بواحد على 27 والراء ب 3 أس 6، يعني 27. إذا ج نون يساوي أ ناقص ل راء على 1 ناقص راء، وبوضع نون يساوي 5، أ هيساوي 27 والراء يساوي 3،
يبقى الجيم 9 هيساوي 27 في 1 ناقص 3 أس 9 على 1 ناقص 3 هيساوي 265,707. إذا سيجما من رأس 1 إلى 15 بعض الطلاب أو بعض المعلمين بيقروها سميشن، لكن هي يعني متعودين عليها سيجما، وده رمز إغريقي قديم يعني المجموع. 1/27 في 3 أس ناقص 1 يساوي 265,707. 3 سيجما من راء يساوي 1 إلى 5 125 في 5 أس 1 ناقص راء يساوي سيجما من راء يساوي 1 إلى 5 125 في 1 على 5 الكل أس راء ناقص 1. هي مجموعة متتالية هندسية حدها الأول 125 وراء 1 على 5 بدءا من الحد الأول إلى الحد الخامس. الحد الأول هو الألف ب125، والحد الخامس هو ألف راء أس 5 ب125 في 1 على 5 الكل أس 4، يبقى 1 على 5 كامل. بما أن جيم نون يساوي ألف ناقص لام راء على 1 ناقص راء، يعني هيساوي 125 ناقص 1 على 5 في 1 على 5 على 1 ناقص 1 على 5 ب781 على 5. إذا سيجما من راء يساوي 1 إلى 5 125 في 5 أس 1 ناقص راء يساوي 781 على 5. مثال: اثبت ان المتتالية ح ن في 2 في 3 اس سالب ن ناقص 1 متتالية هندسية، واوجد مجموع الحدود الثمانية الاولى منها. ح ن زائد 1 على ح ن، ح ن هي اللي تحت، 2 في سالب 3 الكل اس ن ناقص 1، طبعا دي سالب 3 مكتوبة كده، يعني 3 سالب هي سالب 3، تمام؟ هي واضحة هنا، ح ن اهي 2 في سالب 3 الكل أس ن ناقص 1، دي ح ن. يبقى ح ن زائد 1 هي 2 في سالب 3 أس ن ناقص 1 زائد 1، يعني أس ن. كل الكلام ده هيساوي سالب 3، فهو مقدار ثابت أساس المتتالية. إذا المتتالية هندسية، وبوضع ن يساوي 1 يبقى ح 1 يساوي 2 في سالب 3 أس 1 ناقص 1، يعني أس 0 بصفر بواحد، سالب 3 أس 0 بواحد، يبقى 2 في 1 ب2. إذا هنا طبعا أس 0 أس 0. إذا أ هيساوي 2 وراء هيساوي سالب 3. ج ن يساوي 1 أو أ ناقص لام راء على 1 ناقص راء، أو ج 8 هيساوي 2 في 1 ناقص سالب 3 الكل أس 8 على 1 ناقص سالب 3 يعني زائد 3 هيساوي سالب 3280. نشوف المثال اللي بعد كده. أوجد مجموع 15 حدا الأولى من المتتالية 1 1 و4 من 100 1 و4 من 100 تربيع مقربا الناتج لأقرب رقم صحيح أو أقرب عدد صحيح. أ يساوي 1 راء 1 و4 من 100 ن 15 حدا الأولى. بما أن ج ن يساوي أ في 1 ناقص راء الكل أس ن على 1 ناقص راء، إذا ج 15 يساوي 1 في 1 ناقص 1 و4 من 100 في الكل أس 15 على 1 ناقص 1 و4 من 100 يساوي 20. مثال آخر: كم حدا يلزم أخذه من المتتالية الهندسية 0.1 وسالب 0.4 و1.6 ابتداء من الحد الأول ليكون المجموع سالب 81.9؟ الحل: أ ب0.1 وراء بسالب 4 على 1 هيساوي سالب 4. ج ن هيساوي أ 1 ناقص راء الكل أس ن على 1 ناقص راء، إذا 81.9 بالسالب هيساوي 0.1 في 1 ناقص سالب 4 الكل أس ن على 1 زائد 4. يبقى سالب 81.9 هيساوي 1 ناقص سالب 4 الكل أس ن على 5، إذا 81 سالب 81.9 في 50 يساوي 1 ناقص سالب 4 الكل أس ن، يبقى سالب 4 الكل أس ن يساوي 4096 ناقص سالب 4 الكل أس 6، إذا النون هتساوي 6. عدد الحدود اللي لازم أخذها هو 6 حدود. مثال آخر: أوجد أقل عدد من حدود المتتالية الهندسية 7 14 28 يؤخذ ابتداء من الحد الأول ليكون المجموع أكبر من 7000.
الألف بسبعة والراء بأربعتاشر على سبعة يساوي اتنين، بما أن جيم نون يساوي ألف في واحد ناقص راء الكل أس نون على واحد ناقص راء، إذا جيم نون يساوي سبعة في واحد ناقص اتنين أس سبعة على واحد ناقص اتنين، إذا الجيم نون يساوي سبعة في واحد ناقص اتنين الكل أس نون، ويكون جيم نون أكبر من 7000 إذا كان سبعة في واحد ناقص اتنين أس نون أكبر من 7000، إذا اتنين نون ناقص واحد اتنين أس نون ناقص واحد أكبر من 1000، إذا اتنين أس نون أكبر من 1001، وبأخذ لو للطرفين إذا نون لو اتنين أكبر من لو 1001، إذا نون أكبر من لو 1001 على لو اتنين، وباستخدام الحاسبة إذا نون أكبر من 9.967222625، إذا نون يساوي 10 أو 11 أو 12، إذا أقل عدد من الحدود يمكن أخذه هو 10 حدود. مثال: إذا كان مجموع الخمسة حدود الأولى من متتالية هندسية يساوي 31، ومجموع الخمسة حدود التالية يساوي 992، فأوجد المتتالية وأوجد حاصل ضرب حدودها العشرة الأولى. جيم خمسة يساوي 31، 31 يساوي ألف في واحد ناقص راء أس خمسة على واحد ناقص راء، بما أن مجموع الحدود العشرة الأولى 31 زائد 992 يساوي 1023، إذا 1023 يساوي ألف واحد ناقص راء أس 10 على واحد ناقص راء، وهذه المعادلة رقم 2 بقسمة المعادلة رقم 2 اللي لسه مطلعينها على المعادلة رقم 1 اللي هي 31 يساوي ألف في واحد ناقص أربعة ناقص راء أس 5 على واحد ناقص راء، إذا 1023 على 31 يساوي واحد ناقص راء أس 10 على واحد ناقص راء. إذا 1023 على 31 يساوي 1 ناقص راء أس 5 في 1 زائد راء أس 5 على 1 ناقص راء أس 5، إذا 1 زائد راء أس 5 يساوي 33، إذا راء أس 5 يساوي 32 يساوي 2 أس 5، وبالتالي راء يساوي 2. وبالتعويض في 1 يبقى 31 بيساوي أ في 1 ناقص 32 على 1 ناقص 2، إذا 31 يساوي 31 ألف، إذا الألف يساوي 31 على 31 يساوي 1، إذا المتتالية هي 1 2 4. حاصل ضرب الحدود العشرة الأولى ألف في ألف راء في ألف راء تربيع إلى أن نصل ضرب ألف راء أس 9 يساوي ألف في ألف في ألف في ألف إلى 10 عوامل، ضرب راء في راء تربيع في راء تكعيب إلى راء أس 9، يعني ألف أس 10 في راء أس 1 زائد 2 زائد 3 لغاية زائد 9، يعني ألف أس 10 في راء أس 9 على 2 في 1 زائد 9، يعني ألف أس 10 في راء أس 45، بما أن ألف يساوي 1 وراء يساوي 2، إذا حاصل ضرب الحدود العشرة الأولى 1 أس 10 في 2 أس 45 يساوي 2 أس 45. حل آخر: بما أن جيم خمسة الأولى هي 31، إذا أ زائد أ راء زائد أ راء تربيع زائد أ راء تكعيب زائد أ راء أس 4 يساوي 31، إذا أ عامل مشترك في 1 زائد راء زائد راء تربيع زائد راء تكعيب زائد راء أس 4 يساوي 31، وهذه المعادلة رقم 1. وبما أن جيم خمسة التالية ب 992، إذا أ راء أس 5 زائد أ راء أس 6 زائد أ راء أس 7 زائد أ راء أس 8 زائد أ راء أس 9 يساوي 992، إذا أ راء أس 5 عن المشترك يتفضل لي 1 زائد راء زائد راء تربيع زائد راء تكعيب زائد راء أس 4 يساوي 992، وهذه المعادلة رقم 2. وبقسمة المعادلة رقم 1 على المعادلة رقم 2 يطلع لي راء أس 5 يساوي 32، ومنها راء أس 5 يساوي 2 أس 5، أي أن راء 2. وبالتعويض في 1، إذا أ في 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16 يساوي 31، إذا 31 أ يساوي 31، إذا الألف بواحد، إذا المتتالية هي 1 2 4، ثم يكمل الحل. ملاحظات: إذا كان جيم نون هو مجموع حدود المتتالية بدءا من حاء واحد إلى ح نون، فإن ح نون يساوي ج نون ناقص ج نون ناقص واحد لكل نون أكبر من واحد، فمثلا ح اتنين يساوي ج تلاتة ناقص ج
2 ح 3 يساوي ج 3 ناقص ج 2. مثال: إذا كان مجموع نون حد الأولى من متتالية هندسية يعتبر قانون ج نون 256 ناقص 2 أس 8 ناقص نون، فأوجد المتتالية وأوجد كذلك حدها السابع. الحل: ج نون يساوي 256 ناقص 2 أس 8 ناقص نون، بوضع نون يساوي 1 يبقى ج 2 ج 1 يساوي 256 ناقص 2 أس 8 ناقص 1 ب 128، يعني هيساوي 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس كام دي؟ 2 أس 7، 8 ناقص 1 ب 7، ج نون 256 اهو السهم معايا الأحمر، ج 2 256 ناقص 2 أس 7 اللي هي 8 ناقص 1، 8 ناقص 1 ب 7، 2 أس 7 دي 7، ميتين ستة وخمسين ناقص 128 يعني 128، إذا ح 6 ب 128، ح 1 ب 128، بوضع نون يساوي 2، إذا ج 2 يساوي 256 ناقص 2 أس 6 يساوي 256 ناقص 64 ب 192، ج 1 زائد ج ح 1 زائد ح 3 يساوي 192، إذا ح 3 يساوي 192 ناقص 128 يعني ح 3 ب 64، وضع نون يساوي 3 يبقى ج ح 3 هيساوي إيه ده؟ زائد ح ح 1 زائد ح 2 زائد ح 3 يساوي 224، يبقى ح 3 224 ناقص 192، إذا ح 3 ب 32، يبقى المتتالية 128 64 32، ح 7 ناقص يساوي ج 7 ناقص ج 6، يبقى ح 7 يساوي 256 ناقص 2 أس 6 ناقص 256 ناقص 2 أس 5، يبقى 254 ناقص 252 يساوي 2. مثال آخر: صهريج مياه سعته 6305 لتر، كان فارغًا ثم ملئ بالماء بواسطة صنبور يصب في الساعة الأولى 128 لتر، ويصب في كل ساعة تالية مرة ونصف مرة قدر ما صبه في الساعة السابقة، بعد كم ساعة يمتلئ الصهريج؟ مقدار ما صبه في الساعة الأولى 128، ألف ما يصب في الساعة الثانية 128 ضرب 3 على 2، ما يصب في الساعة الثالثة 128 ضرب 3 على 2 ضرب 3 على 2، يعني 128 ضرب 3 على 2 الكل تمام. ما يصب في الصهريج في الساعات المتتالية يكون متتالية هندسية 128، 128 ضرب 3 على 2، 128 ضرب 3 على 2 تربيع، وهكذا. عندما يمتلئ الصهريج يكون مجموع نون حدا من المتتالية يساوي سعة الصهريج، أي يساوي 6305، يبقى ج نون بيساوي أ في 1 ناقص راء، الكل أس نون على 1 ناقص راء، إذا 6305 يساوي 128 في 1 ناقص 3 على 2، الكل أس نون على 1 ناقص 3 على 2، إذا 6305 يساوي 128 في 2 في 3 على 2، الكل أس نون ناقص 1، بالقسمة على 128 في 2 يبقى 6305 على 128 في 2 يساوي 3 أس 3 على 2 الكل أس نون ناقص 1، هنقل الواحد في الطرف الثاني يبقى 3 على 2 الكل أس نون يساوي 6305 على 128 في 2 زائد 1، يبقى 3 على 2 الكل أس نون يساوي 6561 على 256، يعني 3 على 2 الكل أس 8، إذا نون هيساوي 8، إذا الصهريج يمتلئ بعد 8 ساعات. المتسلسلات الهندسية غير المنتهية. المتسلسلة الهندسية غير المنتهية هي التي لها عدد لا نهائي من الحدود، وإذا كان مجموعها يقترب من عدد حقيقي أي يساوي تقريبا عددا حقيقيا فإنها تكون متقاربة أو تقاربية، أما إذا كان ليس لها مجموع فإنها تكون غير متقاربة أو تباعدية.
أي أن المتسلسلة الهندسية ألف زائد ألف راء زائد ألف راء تربيع إلى أن أصل إلى ألف راء أس راء ناقص واحد زائد إلى ما لا نهاية، يعني سيجما من راء يساوي واحد إلى ما لا نهاية ألف راء أس راء ناقص واحد، متسلسلة غير منتهية وتكون متقاربة. يمكن إيجاد مجموعها إذا كان مطلق الراء أقل من الواحد، أي أن الراء أكبر من السالب واحد وأقل من الواحد. غير متقاربة لا يمكن إيجاد مجموعها إذا كان مطلق الراء أكبر من الواحد، أي أن الراء أكبر من الواحد أو الراء أصغر من السالب واحد. مجموع المتتالية الهندسية الغير منتهية. بما أن مجموع المتتالية الهندسية يعطى بالقانون ج ن يساوي أ في واحد ناقص راء الكل أس ن على واحد ناقص راء، وعندما ن تؤول إلى ما لا نهاية فإن مطلق الراء أقل من الواحد فإن راء أس ن أقل من الصفر، حينئذ يصبح مجموع عدد لا نهائي من حدود المتتالية الهندسية ج ما لا نهاية يساوي أ على واحد ناقص راء. مثال: بين أيا من المتسلسلات الهندسية الآتية يمكن جمع عدد لا نهائي من حدودها وأوجد هذا المجموع إن أمكن. واحد، 81 ناقص 27 زائد 9 ناقص 3 زائد، وهكذا. اتنين، سالب واحد ناقص 2 ناقص 4 ناقص 8 ناقص، وهكذا. تلاتة، سيجما من راء يساوي واحد إلى ما لا نهاية 2 في 3 أس 1 ناقص راء. 4، سيجما من راء يساوي واحد إلى ما لا نهاية 2 في سالب 3 الكل أس راء ناقص 1. بما أن راء يساوي سالب 27 على 81، إذا راء يساوي سالب 1 على 3، إذا مطلق الراء يساوي مطلق السالب تلت يساوي تلت، يعني أقل من الواحد. إذا المتسلسلة تقاربية ويمكن جمعها، جمع عدد لا نهائي من حدودها. بما أن أ يساوي 81، إذا ج ما لا نهاية يساوي أ على 1 ناقص راء يساوي 81 على 1 ناقص سالب تلت، يعني هيساوي 6. اتنين، بما أن راء يساوي سالب 2 على سالب 1 يساوي 2، إذا مطلق راء يساوي 2، مطلق الاتنين والاتنين دي أكبر من الواحد، إذا المتسلسلة غير تقاربية ولا يمكن جمع عدد لا نهائي من حدودها. تلاتة، بما أن سيجما من راء يساوي 1 إلى ما لا نهاية 2 في 3 أس 1 ناقص راء، يبقى سيجما من راء يساوي 1 إلى ما لا نهاية 2 في تلت الكل أس راء ناقص 1، الألف باتنين والراء بتلت، يبقى مطلق الراء بمطلق التلت يعني أقل من الواحد، وبالتالي متسلسلة تقاربية ويمكن جمع عدد لا نهائي من حدودها. يبقى ج ما لا نهاية بيساوي ألف على واحد ناقص راء، يعني هيساوي اتنين على واحد ناقص تلت بتلتين، يبقى 6 على 3 فيها اللين، 6 على 2 فيها 3. بما أن أ يساوي 2 وراء يساوي سالب 3 ومطلق الراء يساوي مطلق السالب 3، يعني 3 أكبر من الواحد في السؤال الرابع، إذا المتسلسلة غير تقاربية ولا يمكن جمع عدد لا نهائي من حدودها. مجموع عدد غير منتهي من حدود متتالية هندسية يساوي 4 وحدها الثاني سالب 3، أوجد المتتالية. ج ما لا نهاية 4، إذا أ على 1 ناقص راء 4، هذه المعادلة رقم 1. ح 2 بسالب 3، إذا أ راء يساوي سالب 3، وبقسمة 2 على 1، إذا أ راء في 1 ناقص راء على أ يساوي سالب 3 على 4، يبقى راء في 1 ناقص راء يساوي سالب 3 أرباع، إذا 4 راء تربيع ناقص 4 راء ناقص 3 يساوي صفر. إذا 2 راء ناقص 3 في 2 راء زائد 1 يساوي 0، إذا راء يساوي 3 على 2 مرفوض، أو راء يساوي سالب نص وبالتعويض في 2 يبقى الألف ب6. إذا المتتالية هي 6 وسالب 3 و3 على 2. متتالية هندسية مجموع حدودها ما لا نهاية يساوي 3. مجموع مكعبات حدودها إلى ما لا نهاية يساوي 81، فما هي المتتالية؟
نفرض أن المتتالية هي ألف وألف راء وألف راء تربيع لأنه قال هندسية، يبقى جيم لا نهاية بتلاتة، يعني ألف على واحد ناقص راء بتلاتة، هذه المعادلة رقم واحد. وبما أن ألف تكعيب زائد ألف تكعيب راء تكعيب زائد ألف تكعيب راء أس ستة زائد إلى ما لا نهاية يساوي 81، وهذه متتالية هندسية غير منتهية، حدها الأول ألف تكعيب وأساسها راء تكعيب. إذا ألف تكعيب على واحد ناقص راء تكعيب يساوي 81، وهذه المعادلة رقم 2. وبتكعيب واحد والقسمة على 2، إذا ألف تكعيب على واحد ناقص راء تكعيب في واحد ناقص راء تكعيب على ألف تكعيب يساوي 27 على 81. فرق بين مكعبين واحد ناقص راء في واحد زائد راء تربيع، طبعا الألف تكعيب راح مع الألف تكعيب على واحد ناقص راء لكل تكعيب يساوي 1/3، لأن هنقسم على 9 في البسط والمقام. 27 على 9 فيها 27 على 27 فيها الواحد، 81 على 27 فيها التلاتة، يبقى البسط اللي فاضل لي فيه فوق، لأن واحد ناقص راء لكل تكعيب دي هيروح واحد منهم مع واحد ناقص راء، فيبقى فاضل لي تحت بس في المقام واحد ناقص راء لكل تربيع، فهو فاضل لي بس في البسط واحد زائد راء تربيع، على لما افك التربيع يبقى مربع الاول ناقص الاول في التاني في اتنين، يعني ناقص اتنين راء زائد مربع التاني اللي هو زائد راء تربيع يساوي 1/3، بالضرب التبادلي يبقى 3 زائد 3 راء زائد 3 راء تربيع يساوي 1 ناقص 2 راء زائد راء تربيع. إذا 2 راء أس 2 زائد 5 راء زائد 2 يساوي 0، بالتحليل يبقى راء زائد 2 في 2 راء زائد 1 يساوي 0، إما راء يساوي سالب 2 أو راء يساوي سالب نص، وبالتعويض في 1. إذا ألف على 1 زائد نص يساوي 3، إذا أ يساوي 3 في 3 على 2 يعني 9 على 2، إذا المتتالية هي 9 على 2 وسالب 9 على 4 و9 على 8 وهكذا. متتالية هندسية أي حد من حدودها يساوي ضعف مجموع الحدود التالية له إلى ما لا نهاية من الحدود، أوجد أساسها، وإذا كان حدها الثالث 9 فأوجد المتتالية. نفرض أن المتتالية هي ألف وألف راء وألف راء تربيع، وبما أن أي حد من حدودها يساوي ضعف مجموع الحدود التالية إلى ما لا نهاية، إذا الألف هيساوي 2 في ألف راء زائد ألف راء تربيع زائد ألف راء تكعيب إلى ما لا نهاية، إذا الألف هيساوي 2 في ألف راء على واحد ناقص راء. لاحظ أن المتتالية ألف راء وألف راء تربيع وألف راء تكعيب متتالية هندسية، حدها الأول ألف راء وأساسها راء. إذا أ في 1 ناقص راء يساوي 2 أ راء، وبالقسمة على أ، إذا 1 ناقص راء يساوي 2 راء، يبقى الواحد بيساوي 3 راء، إذا الراء يساوي 1/3. بما أن ح 3 يساوي 9، إذا أ راء تربيع يساوي 9، إذا أ 1/3 تربيع يساوي 9، إذا أ يساوي 1/8. إذن المتتالية هي 81 و27 و9 وهكذا. مثال من الشكل المقابل يبين 6 مربعات في متتالية لا نهائية، فيها كل مربع أصغر مكون من توصيل منتصفات أضلاع المربع الأكبر منه مباشرة، وكانت مساحة المربع الأكبر 16 وحدة مربعة. أوجد مجموع مساحات هذه المربعات إلى اللانهاية. الحل: مساحة المربع الناتج من توصيل منتصفات أضلاع مربع تساوي نص مساحة المربع الأكبر منه مباشرة. إذا مجموع مساحات المربعات إلى ما لا نهاية يكون متتالية هندسية لا نهائية، حدها الأول 16 وأساسها نص. إذا ج ما لا نهاية يساوي 16 على 1 ناقص نص، يعني 32 وحدة مربعة. تحويل الكسر العشري الدائري إلى كسر اعتيادي: لتحويل الكسر الاعتيادي ثلث إلى كسر عشري فإننا نجري عملية القسمة كما هو متبع، حيث نلاحظ أن عملية القسمة لا تنتهي، وأن الرقم 3 في خارج القسمة يظل متكررا، أي أن ثلث يساوي 0.333333333، ونختصر هذا الناتج بأن نكتب ثلث يساوي 0.3 وعليها شرطة من فوق وتقرأ 0.3 دائر أو 0.3 دوري، وذلك بوضع خط فوق العدد 3 الذي يتكرر،
وتقرأ 0.3 دائري أو دوري. وبالمثل 5 على 9 هيساوي 0.5555 اللي هي 0.5 وعليها شرطة من فوق، يعني 0.5 دائري. وسدس يساوي 0.16666 هيساوي 0.16، وعلى 6 فقط شرطة من فوق. 5 على 33 هيساوي 0.5155515، يعني 0.15 شرطة، يعني 15% دائري. 14 على 111 يساوي 0.126126126126، يعني هيساوي 0.126 من 1000 دائري. ونلاحظ أن وضع الخط فوق رقم أو رقمين أو ثلاث معناه استمرار تكرار هذه الأرقام للرقم أو الرقمين أو الثلاثة أرقام بنفس الترتيب. وإذا كان العكس هو المطلوب، أي تحويل الكسر العشري الدائر إلى كسر عشر اعتيادي، فإننا نضع الكسر العشري الدائري على صورة مجموع حدود متتالية هندسية غير منتهية كما سيتضح من المثال الآتي. مثال: ضع كل من الكسور العشرية الدائرية الآتية على صورة كسر اعتيادي: 0.7 دائري، 0.24 دائري، 3.412 بس هي اللي عليها الدائر، يعني 412 من 1000. الحل: 0.7 دائري هيساوي 0.77777، إذا 0.7 شرطة دي اللي هي دائري هيساوي 0.7 زائد 0.07 زائد 0.07 وهكذا. هذه متسلسلة هندسية حدها الأول 0.7 وأساسها 0.1. إذا 0.7 دائري هيساوي أ على 1 ناقص ر، يعني 0.7 على 1 ناقص 1 من 10، يعني 0.7 على 0.9، يعني 7 على 9. بما أن 0.24 دائري هيساوي 0.242424244 وهكذا، يبقى 0.24 دائري هيساوي 24 من 100 زائد 24 من 1000، ولا من 10000 زائد 24 من 100000 وهكذا، يساوي أ على 1 ناقص ر. أ هو 0.24، 1 ناقص ر اللي هو 0.1 من 100، 0.01، يعني هيساوي 0.24 على 0.99، يعني هيساوي 8 على 33. وكذلك 3.412 هيساوي 3.412122122 وهكذا. إذا 3.412 دائري هيساوي 3.4 زائد 0.012 زائد 0.00012 زائد 0.00012 وهكذا، هيساوي 3.4 زائد أ على 1 ناقص ر، هيساوي 3.4 زائد 12 من 100 على 1 ناقص 1 من 100، هيساوي 3.4 زائد 12 من 1000 على 12 من 1000 على 99 من 100، يعني هيساوي 563 على 165. إذا كانت نسبة مجموع الحد الأول والثاني والثالث من متتالية هندسية إلى مجموع الحد الرابع والخامس والثالث كنسبة 1 إلى 4، وكان حدها السابع يساوي 384، فأوجد المتتالية وأوجد مجموع الحدود العشرة الأولى منها. نفرض أن المتتالية هي أ وأ راء وأ راء تربيع، يبقى حق 1 زائد حق 2 زائد حق 3 على حق 3 زائد حق 4 زائد حق 5 يساوي 1 على 4، وأ زائد أ راء زائد أ راء تربيع على أ راء تربيع زائد أ راء تكعيب زائد أ راء أس 4 يساوي ربع. أ عامل مشترك من البسط، يبقى 1 زائد راء زائد راء تربيع في القوس وقدامهم الألف عامل مشترك، وأ راء تربيع عامل مشترك في المقام، يبقى فاضل لي في القوس 1 زائد راء زائد راء تربيع، يروح الواحد زائد راء زائد راء تربيع من البسط والمقام، يبقى فاضل لي ألف على ألف راء تربيع، يبقى فاضل فوق 1 على راء تربيع لأنه الألف هيروح مع الألف. إذا راء تربيع يساوي 4، وبالتالي راء يساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي لـ4 يعني 2. الحد السابع هو أ راء أس 6 بيساوي 384 من المعطيات. إذا
64 ألف يساوي 364، إذا الألف بستة، يبقى المتتالية 6 و12 و24، أو 6 وسالب 12 و24 وسالب 48. يبقى جيم 10 الأولى من هذه المتتالية، ألف في 1 ناقص راء الكل أس 10 على 1 ناقص راء، يعني 6 في 1 ناقص 2 الكل أس 10 على 1 ناقص 2، يعني 6 في 1023، يعني 6138. إذا جيم 10 الأولى من المتتالية الثانية يساوي 6 في 1 ناقص 2 في سالب 2 الكل أس 10 على 1 ناقص سالب 2 هيساوي سالب 2046. مثال: أوجد قيمة سيجما من نون يساوي 1 إلى 6 2 في 3 الكل أس نون ناقص 2. الحل: نعين حق 1 عندما نون يساوي 1، يبقى حق 1 يساوي ألف يساوي 2 في 3 أس 1 ناقص 2، يعني 2 على 3، وألف هيساوي 2 على 3، والراء هيساوي 3، يبقى جيم 6 يساوي 2 على 3 في 1 ناقص 3 الكل أس 6 على 1 ناقص 3 هيساوي 242 وثلثين. بدأ موظف براتب سنوي 2400 ريال، فإذا كان راتبه يزيد بمعدل 1/20 عما كان عليه في السنة السابقة، فكم سيصبح مرتبه بعد 11 سنة، وما مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال هذه المدة؟ راتب الموظف يمثل متتالية هندسية حدها الأول 2400 وأساسها 1/20 زائد 1، يعني 21/20، وألف بألفين وأربعمية، والراء 21/20، بعد 11 سنة تكون السنة الثانية عشرة، يبقى حق 12 بألف راء أس 11، يعني 2400 في 21/10 الكل أس 11، يعني 4104.8. إذا جيم 12 هيساوي 2400 في 1 ناقص 21/20 الكل أس 11 على 1 ناقص 21/20، يعني 2400 في سالب 7/10 على سالب 5/100 هيساوي 34096.29 ريال. أوجد قيمة 3 أس سالب 1 زائد سالب 3 أس سالب 3 زائد 3 أس سالب 5 زائد إلى ما لا نهاية. الحل: أ بيساوي 3 أس سالب 1 يساوي 1 على 3 أس موجب 1 اللي هي 1 على 3، راء يساوي سالب 3 الكل أس سالب 3 على 3 أس سالب 1 يساوي سالب 3 الكل أس سالب 3 على 3 أس سالب 1 يساوي سالب 3 أس سالب 2 يساوي سالب 1 على 3 أس موجب 2، يعني سالب 1 على 9، إذا الراء بسالب 1 على 9، يبقى ج ما لا نهاية هيساوي أ على 1 ناقص راء يساوي تلت على 1 ناقص سالب 1 على 9، يعني ج ما لا نهاية هيساوي تلت على 10 على 9، يبقى هيساوي تلت في 9 على 10، يعني 0.3. وبذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم ومن الوحدة الرابعة في المنهج الفصل الدراسي الثاني اللي هي وحدة المتتاليات. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم مع أرق تحياتي الأستاذ عبد العزيز الخطيب، معلم أول الرياضيات بمدرسة تبارك الخاصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.